نعم العاصمة هي المكان الأساسي للفعاليات، ولكن الفعاليات الليلية السلمية ضرورية، فعاليات الجمعيات ضرورية. تعالوا نتعاون، تعالوا نتكامل. لا أحد يضعف أحد، لا أحد يضعف الائتلاف، لا أحد يضعف الوفاق، لا أحد يضعف حق. كل من يريد أن يوصل إلى الديمقراطية بطريقة سلمية ادعموه. كل من يريد أن يوصل إلى الديمقراطية بطريقة سلمية ادعموه.